السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه طبعا عيد الفطر مبارك، اول يوم هيعدي علينا ان شاء الله، باذن الله يعدي علينا في خير وسلام باذن الله. طبعا حبيت ابدا معاكم كده الفيديو بتاع النهارده، وكمان هيكون من شقتي. طبعا كتير جدا منكم يمكن ما شافش بقى جوله في شقتي بقالي كتير، وكتير كمان في نفس الوقت سالني احنا عايزين نشوف يا ترى شكل بيتك عامل ازاي، يا ترى بتعرضي كمان في بيتك المنتجات التكنولوجيا الحديثه اللي انت بتبهرينا بيها دايما بقى في الفيديوهات بتاعتك وكده. احب اقول لكم كمان ان انا انسانه عاديه جدا، كل حاجتي بسيطه جدا، هتشوفوها كمان معايا في فيديو النهارده. مش معنى ان انا بنزل كل الحاجات التكنولوجية دي معنى كده ان انا في بيتي متوفر كل الكلام ده، لا طبعا، انا زيكم بالظبط. فعشان كده تعالوا كده ناخد جولة في الشقة النهاردة، ونشوف مع بعض يا ترى شكل البيت عندي في العيد بيكون عامل ازاي. طبعا من هنا كده اول حاجة ده باب الشقة زي ما احنا شايفين، وجنبه هنا كده على طول ده الانتري اللي احنا بنقعد فيه يعني بصورة مستمرة. طبعا يعني ده شكله، تعالوا كمان كده بقى هنا في باب جنب الصالة على طول عندي، هندخل كمان ونشوف هنا في ايه. هنا بقى كده في الصالون، هندخل كمان دلوقتي مع بعض ونشوف يا ترى الصالون ده شكله ايه. ده كمان كده شكل الصالون عندي، هندخل كمان ونشوفه من جوه. حابه اقول لكم كمان على حاجه، ان انا متجوزه دلوقتي يعني بقالي 10 سنين ويمكن اكتر، دخلت يعني قولوا في 11 سنه كمان، كل حاجه عندي في البيت زي ما هي، لان انا بعتز بكل حاجه عندي في البيت. مفيش يعني اي حاجه ان انا جددتها، ولو في حاجه جددتها اكيد هقول لكم عليها. بس عامه اغلب كل حاجه في البيت عندي بنفس الصوره والشكل بتاعها بالظبط. ده كمان كده شكل الصالون، طبعا بقى باختلاف حاجات بسيطة ممكن تكون يعني ان انا غيرتها وكده، ولو في حاجة طبعا غيرتها هقول لكم عليها. بس عامة يعني طبعا ده شكل البيت بشكله البسيط بكل حاجة فيه، يعني مفيش طبعا تغييرات عملتها فيه. يعني يمكن الصالون ده زي ما هو بالظبط من 10 سنين، وطبعا من 10 سنين كان موضة كويسة جدا، بصرف النظر طبعا برضو عن التجديد طبعا والموضة اللي بتطلع الايام دي، واكيد طبعا الموضة دي بتكون احسن بكتير. هنا كمان بقى كده دي أوضة خاصة بزوجي، يعني فيها المكتب بتاعه خاصة بشغله وكده، هندخل برضو كده ونبص عليها من جوه ونشوف يا ترى كده تفاصيلها عاملة ازاي. هو طبعا بقى حاطط هنا بقى اللابتوب بتاعه، الشغل بتاعه، كل حاجة تخصه طبعا في الأوضة دي. فيها المكتبة الكبيرة اللي في الوش دي اللي احنا شايفينها مع بعض، والمكتب بقى بالكراسي بتاعته. وهنا كمان البفين دول كانوا بتاع الركنة بره، بس انا جبتهم وحطيتهم هنا كده. كمان بقى يعني انا بحط فيها شويه حاجات انا مش محتاجاها قوي، يعني بقى قلت ايه دي الاوضه الزياده عندنا في البيت، اما احط فيها المراوح مثلا بتاعتي طبعا لسه ما طلعتهاش، سجاده مثلا عايزه عينها الصراحه بعينها في الجنب اللي هناك ده، فيعني لب برضو معايا حاجات كتير انا بكون محتاجاها. ودي كمان برضو كده دي مكتبه خاصه باوضه النوم الاطفال، بس انا حطاها هنا عشان الاوضه هناك ضيقه، وهنشوفها كمان دلوقتي مع بعض. عامه ده كمان كده شكل الاوضه. وتعالوا نشوف هنا بقى كمان الجزء ده خاص بالركنة اللي احنا كل قعدتنا طول النهار في الجزء ده. الركنة دي برضو بكل تفاصيل المكان ده نفس بالظبط، يعني مفيش حاجة اتجددت فيها ابدا، زي ما اتجوزت بالظبط هي نفس الشكل. مفيش بس غير ان انا اشتريت الترابيزة الجديدة دي والسجادة، يعني كان عندي سجادة تانية، ويمكن طبعا اللي تابع فيديوهاتي القديمة هيشوف كمان ان مكانش فيه فرق، بس انا جددت بس الترابيزة اللي انتوا شايفينها دي. وهنا كمان بقى كده ده البوفيه او البار اللي احنا شايفينه مع بعض، كان المفروض يعني فينا طبعا طقم شمعدان، بس هو للاسف معيون في درج من دول، والمفتاح كمان بتاعه ما بيفتحش، فعشان كده يعني قلت بقى ايه الواحد كمان يخاف عليهم من الاطفال وكده، وعارفين طبعا بقى شقاوه العيال الصغيرين، فقلت بقى ايه لا خلينا بقى ايه نعدي العيد كده بسلام ومفيش حاجه تتكسر ان شاء الله، لان طبعا كل عيد بقى انتوا عارفين الاطفال الصغيره دي ما بتسيبش حاجه في مكانها ابدا. فده طبعا كمان كده كان الشكل العام، وزي ما قلت لكم طبعا كل القعده بتاعتنا بتكون في الركنه هنا، خصوصا كمان طبعا ان هنا تلفزيون وكده، فطبعا بتبقى مناسبه جدا لينا واحنا قاعدين في المكان ده. حابه اقول لكم هنا كمان ان هنا ده باب اوضه النوم،
وطبعا يعني يعتبر الركنة اكتر مكان في الشقة، احنا قاعدين اكلين كل حاجة في المكان ده. هنا كمان برضو كده هنشوف شكل الصالة من بعيد، وهنا كمان برضو على طول كده جنبها دي اللي هي السفرة بتاعتي. طبعا المفروض بقى ان بيكون في فازات وحاجات كتيرة كده، بس طبعا كل الحاجات دي انا كنت عيناها، لان طبعا اكيد انت اول ما بتتجوزي بتكوني حاجة، وبعد ما مثلا بتخلفي طفل ورا التاني كل الحاجات دي اكيد طبعا بتحاول ان انت تعينيها عشان تحافظي عليها لفترة اطول. انا بقى في حاجة كمان حابة اقولكوا عليها، ان انا بعتز بكل حاجة عندي في الشقة بتاعتي، يعني كل حاجة بحبها جدا، مفيش حاجة زي ما قلتلكوا يمكن جددتها خالص غير السفرة، غير الترابيزة بتاعت الركنة وكمان السجادة دي. انما مثلا ان انا جددت وغيرت وجددت الركنة او الكلام ده كله، مفيش حاجة ان انا جددتها خالص، كل حاجة بعتز بيها. طول ما انت محافظة على الحاجة بتاعتك حتى لو عدى عليها موضة ورا التانية، مش هتزهقي ابدا ان انت تبقي حابة ان انت تجدديها او تغيريها. طالما كل حاجة معاكي نظيفة وزي الفل، هتجددي ليه وتغيري ليه؟ ممكن اكيد طبعا برضو دلوقتي بقى الالوان المودرن والحاجات الفاتحة شوية، مش هقولكم طبعا اكيد هي مسيطرة وكل حاجة، بس عامة طبعا يعني شكل البيت كده برضو يكون حلو، وانتي طبعا محتفظه بشكل البيت عامه. هنا المفروض يعني دي الستاره، بس انا كمان لماها، وده كمان كده شكل البرقع طبعا زي ما انتوا شايفين. وتعالوا نشوف هنا كمان كده برضو الاوضه الرابعه اللي موجوده معايا هنا كده، فيها ايه. هندخل كمان دلوقتي بقى على اوضه الاطفال معايا، والاوضه هنا كمان يعني حجمها مش كبير قوي زي ما انتوا شايفين كده، الاوضه صغيره. انا كمان لازقه السريرين جنب بعض، لان طبعا لسه بقى اولادي في سن صغير وكده، فانا يعني قلت احسن حاجه ان انا الم السريرين جنب بعض كده بالشكل ده، وكمان يعني يدي وسع في الاوضه شويه. وهنا كمان برضو كده طبعا بقى دي الترابيزه بتاعت، المفروض الترابيزه دي زمان كانت عندي في المطبخ اللي عارف طبعا الفيديوهات القديمه بتاعتي بالكرسيين دول، بس انا بقى مع الوقت يعني جبتها هنا، قلت يعني نبقى نذاكر عليها انا والولاد وكده، وطبعا ايه المذاكره مقطعه بعدها قوي زي ما انتم فاهمين، فيعني بقت مخزن كده للكتب بتاعتهم زي ما انتم شفتوا كده دلوقتي معايا. تعالوا كمان دلوقتي كده بقى مع بعض ندخل هنا على المطبخ. دي كمان برضو السجادة اللي انا جددتها، مع الرغم طبعا كان عندي الاول سجادة لونها مختلف، كانت بني في بيج برضو نفس لون المطبخ اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض، بس انا عامة حبيت برضو اعمل تجديد شوية، يعني قلت لازم اكسر اللون، فشلت السجادة وجددتها على الرغم برضو ان هي لسه معايا كويسة جدا، بس طبعا بحطها كبديل برضو في يعني مكان السجادة هنا. فنيجي نبص كده برضو ان السجادة دي عجبتني جدا، وكمان هسيب لكم اسم الجروب اللي انا جايبه منه السجاده الجديده دي، هي طبعا حلوه جدا، والبنوته كمان اللي جابت لي السجاده قد ايه انسانه ذوق جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان يعني انا كنت طالباها، اللي ما يعرفش طبعا ان انا من محافظه دمياط، انا كنت طالباها شحن، فجت لي برده لحد عندي وكل التفاصيل كانت تمام، وشركه الشحن كمان اللي هما بيتعاملوا معايا كويسه قوي. كانت عجباني جدا رسمه اللي هي السجاده اللي طالعه بالشكل ده، اللي طبعا مديها على شكل سجاده ايكيا، فاول ما شفتها يعني طلبتها كده. تعالوا نشوف طبعا دلوقتي بقى كده كمان شكل المطبخ. اول حاجه انا كنت جايبه اللي هي المفارش دي، طبعا دي عباره عن قطعه قماش، فجبتها حطيت منها على الفريزر، حطيت منها كمان على الثلاجه من فوق، عملت منها على الميكرويف، يعني شويه تفاصيل صغيره كده، وفي نفس الوقت تحافظي على الحاجه بتاعتك. انا طبعا بشيلها وبغسلها وبرجع احطها تاني، حتى لو عدى عليها فتره تقعد، ممكن تقعد معاكي سنه او اتنين وبتجدديها. انا كنت كمان من فتره كده جبت اللي هي نفس المربعات الكروات الصغيره دي في اللون البينك، وكانت حلوه جدا، بس بقى ما جبت السجاده ابيض في اسود وحبيت اغير المود شويه، قلت ليه لا ما اجيبش برضو المربعات او الكروات دي الابيض في الاسود. تعالوا كمان دلوقتي كده ندخل شويه جوه في المطبخ، ولو عايزين كمان جوله مفصله في المطبخ اكتبوا لي كمان في التعليقات، وانزل لكم ان شاء الله جوله مفصله في المطبخ اكتر. هنا طبعا زي ما قلت لكم كده بقى الفريزر بتاعنا ده شكل الفريزر، وهنا كمان حاطه فوطه للمطبخ، ده الستاند بقى بتاع الازايز، الميه، العصير، الكلام ده كله، وهنا كمان برضو التلاجة بتاعتي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا كمان بقى كده الوحده دي عليها بقى الميكروويف، حاطه التسجيل، الشوايه دي طبعا بقى العلب بتاعه الكحك والبسكوت والحاجات دي طبعا بقى عشان العيد زي ما انتوا عارفين، وكل سنه وانتوا طيبين، الحاجات يعني اللي موجودة في البيت عامة.
ومش حاطه حاجه زي ما انتوا شايفين كده على الرخامه، لان انا ما بحبش تبقى الدنيا زحمه ابدا. يعني حتى لو فايد مني اي اكل احب اعينه في التلاجة، احب ارجعه تاني مكانه. ما بحبش ابدا يبقى عندي بهدله وحاجات كتيره موجوده في المطبخ. كتر الحاجات الكتير اللي على الرخامه دي بتكون معاكي زيوت، وفي نفس الوقت ما بتبقاش لطيفه ابدا. تعالوا نبص هنا كده. طبعا ده شكل البوتاجاز بتاعي، والبوتاجاز بتاعي كمان نوعه اي كوك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وعندي هنا كمان شباك تاني انا كمان كنت عاملاه له الستاره دي بنفس القماش برضو، فكنت انا جبت القماش وعملت له برضو الستاره اللي انتم شايفينها دي، ومدبساها من فوق كده بالدبابيس بتاعه الضغط، وبشيلها وبغسلها واحطها تاني ومفيش اي مشكله. هنا بقى على الرخامه بتاعتي دي، طبعا رخامه برضو صغيره حطيت عليها نفس المفارش، وممكن طبعا ما تعجبش ناس كتير، بس عامه انا بحب في المطبخ تبقى الحاجه العمليه بس هي اللي قدام مني. عندي مثلا كذا طقم توابل كنت متجوزه بيه، عندي حاجات كتير بس انا سايبه الحاجات دلوقتي السريعه العمليه معايا اكتر. والبراد بتاع الشاي، وهنا برضو كمان كده المصفه، مفيش اي حاجه برضو على الرخامه عندي زي ما انتم شايفين. ده طبعا اللي هو الفلتر بتاع الميه. يعني عامه ما بحبش يبقى عندي بهدله ولا كراكيب كتيره خالص عندي في المطبخ. وده كمان برضو كده مكان الغساله بتاعتي. وطبعا يعني اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عايزين طبعا فيديوهات اكتر من النوعيه دي هستناكم كمان تكتبوا تحت في الكومنتات. ويعني ويا ترى ايه رايكم، متوقعتوا الشقه تبقى بالشكل ده؟ اكيد طبعا انتوا توقعتوها تكون احسن من كده، بس عامه برضو يعني انا بحب الصهير الشقه عندي، وبحب ان هي كمان بسيطه جدا، وده كمان حلاوتها. يعني مش شرط زي ما قلت لك ان انت عدى عليكي فتره طويله من الزمن، او متجوزه مثلا بقالك فتره طويله بمعنى اصح، ان انت تيأسي بقى من الحاجه اللي عندك في البيت ومش حباها وعايزه تجددي وكده. بقدر الامكان حاولي تجددي حتى لو في حاجه بسيطه. يعني انا قلت لكم طبعا ان انا يا دوب بس جددت السجاده والترابيزه، جبت الحاجه برضو العمليه بحكم طبعا ان انا بقعد هنا في الركن على طول، فالسجاده ممكن تكون اتهلكت شويه، قلت اجيب واحده مكانها برضو. وصراحه يعني انا بشيل دي بفرشها مثلا في المناسبات عشان كمان اقدر احافظ عليها، والتانية في الايام العادية واحنا قاعدين. طبعا عامه طبعا اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليوميه اللي انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير بكره في فيديو جديد، ومع السلامه.